واستقبل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في قاعده الاسخير الجويه اليوم معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهوريه مصر العربيه الشقيقه والوفد المرافق حيث قاموا بتقديم واجب العزاء بوفاه فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله. وقد اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق على مشاعرهم النبيله في هذا المصاب داعيا الله يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته